الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم والبر والإحسان إليهم، وفي نفس الوقت نهانا الشرع وحذرنا عن قطيعة الرحم أو أن نسيء إلى واحد منهم. واعتبر الإسلام قطيعة الرحم مانع من دخول الجنة، بحيث أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع أول من يدخل إليها، ثم وعده بنار الجحيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وعقوبة قاطع الرحم في الدنيا والآخرة هي أن قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون في كتاب الله سبحانه وتعالى. قاطع الرحم ملعون، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. شوف، نقارن بالفساد في الأرض مع قطعان الرحم، وقطع الرحم يعتبر فساد في الأرض. فما النتيجة؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعود الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم من الفاسقين الخاسرين، قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ما زال عندنا علاقة وارتباط بالفساد في الأرض كما جاء في الأولى في الآية الأولى، والفساد في الأرض في الفساد الثانية. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قاطع الرحم ثالثا تعجله العقوبة في الدنيا. قاطع الرحم يعذبه الله في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، ما كاينش ذنب على وجه الأرض أجدر أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بمعنى ما كاينش على وجه الأرض ذنب يستحق أن الله سبحانه وتعالى يعجل لصاحبه بالعذاب في الدنيا زيادة على ما ينتظره من العذاب يوم القيامة. شنو هما الذنب اللي صاحبه يعذب في الدنيا وعذاب الآخرة؟ الكفر بالله؟ لا. الشرك بالله؟ لا. احنا عارفين أن الشرك لظلم عظيم، وأكبر ذنب يستحق مولاه أو صاحبه العذاب هو الشرك بالله. لكن هنا اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الشرك بالله والكفر بالله هناك ذنب أكبر منه اللي يخلي صاحبه يعذب في الدنيا مع عذاب الآخرة. شنو هو هذا العذاب أو شنو هو الذنب عفوا؟ هو البغي وقطيعة الرحم. البغي، الظلم، الاعتداء على الناس، ثم قطيعة الرحم. عقوبة أخرى: لا يرفع الله له عمل ولا يقبله الله. عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. ثم أن قاطع الرحم
عذاب آخر. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تستغيث بالله سبحانه وتعالى، تقول: يا ربي من وصلني وصله الله، تقول: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يا ربي خذ لي حقي من قاطع الرحم. فيقول سبحانه وتعالى لها ليعطيها حقها: من وصلني وصلته، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعه قطعته. وفي رواية الرحم تقول يوم القيامة: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ثم عذاب آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الأول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن قاطع الرحم ملعون، فاسق، خاسر، يعذب في الدنيا، يعذب في الآخرة، لا يرفع الله له عمل، يقطعه الله، لا يصله الله، ثم لا يدخل الجنة قاطع رحم. كيف نصل رحمنا لننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ أن الإنسان يزورهم، يتفقد أحوالهم، يسأل عنهم. ليس أن المهم أنك تعطيهم المال، إن كان ذو عسرة نعم ذلك خير وتهادوا وتحابوا. الإنسان ليس عيب أن الإنسان يعطي هدية ولا مال لأحد قارب ولا كان محتاج والله سبحانه وتعالى عليه، أو يساعده ويخرج من أزمة أو يعني من كربة، مهم في طرق مختلفة. أقلها أن الآن الواتساب موجود، فابور مجاني، اسأل عنهم، أتفقد أحوالهم، اسأل عنهم يعني مرة مرة. تخيل لما الإنسان الواحدة أو الواحد يعني لا يسأل عن عمه ولا عن خاله، يعني والتليفون مجاني بسنين. أكثر من هذا تجد أن الواحد تقول له: متى آخر مرة زرتي عمك أو زرتي خالتك أو شفتي خالك أو شفتي خالتك؟ قد يقول: من سنين، استغفر الله العظيم. يعني الآن مواصلات موجودة والتلفون موجود، وتلقى الخال لا يسمع عن بنت أخته ولا ابن أخوه ولا العم يسمع عن أقاربه من سنين. يعني نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يحل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من أمتي من لم يرحم الكبير ويوقر الصغير. وهكذا الإنسان يسأل عنهم الواتساب يعني دقيقة في الأسبوع، اسمع عنهم في العيد. يعني لا داعي أنك تأخذ معك الأغراض والأكل والشرب وطعام وذبيحة، فقط غير روح ولو غير بيدك، فقط غير انظر إلى شخص كان بينه وبين أمك قرابة، وهي أنه كان أخوها، أو زور امرأة كانت بينها وبين أمك قرابة أنها خالتك، أو تروح تشوف إنسان كان بينه وبين أبيك قرابة عمك، أو أنك تزور امرأة كانت بينها وبين أبيك قرابة عمتك أو جدك أو جدتك. أنا ما كنتكلمش على ولد خالك ولا ولد عمك، لأن من طبيعة الحال اللي غينسى العم غينسى ولد العم، واللي غينسى الخال من طبيعة الحال غينسى ولد الخال. أنا كنتكلم على الجذع الكبير، على الشجرة الكبرى، أن الإنسان لما غينساهم بالتالي يعني غينسى أولادهم. أتقول لي: وقبل أن يفوت الأوان اش كتنتظر؟ حتى لما تجيك خبر أنه ميت ثم تبكي وتصرخ وتندب وتسقط على الأرض: وعمي وخالي، أو لأنك تروح تزوره في قبره فات الفوت، أو أنك تذبح وتقول: هذه هدية لعمي وهدية لخالي. يعني
عمك وخالك وعمتك وخالتك يريدون أن يروك، يريدون أن يشموا فيك رائحة أنك ولد خويا زارني، ولد اختي زارني، بنت خويا زارتني، بنت اختي زارتني. فرحهم في الدنيا، لا داعي أنك تعطيهم. إن كان بالعكس صدقة في الأقربين صدقتين وأجرين، صدقة ثم ذوي القربى. يعني الإنسان لابد أنك حاول، ما نظنش أن زوجك ولا زوجتك ولا شي واحد غير منعك إلى قلت له أنا غدا نروح نزور عمي ولا عمتي ولا خالي ولا خالتي، سنين مع الأسف سنين ما شفتهمش. إلى منعك هو آتم يوم القيامة. حرام عليه أن الرجل يمنع زوجته أنها تروح تزور عمها ولا عمتها ولا خالة ولا خالتها. طيب مسألات، وما أنا عارف ولا أحد غيمنع، لنفرض أنه منع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة، ما نطيعوش. عمي وعمتي وخالي وخالتي ما فيش أحد يمنعني من زيارته. طيب وانا ما سالش وما قلتش له، هو لو قلت له ما غيمنعنيش، غير انا مشغوله بالاولاد ومشغاله براسي. لا عذر لكم، لا عذر، لا عذر، عذرك مقبول، حجتك مرفوضه، راجع حجتهم ضاحده عندهم يوم القيامه، لا عذر لك. لابد يعني سنة وسنتين ثلاثة وأربع سنين الإنسان ما شافش عمه ولا عمته، يعني هنقول مثلا الإنسان في الغربة، نعم مرة في العام لما يدخل البلاد يزورهم، لكن بينك وبينه يعني 50 كيلومتر 60 كيلومتر معاك في نفس البلاد، ويعني مدة ما شفتيه. أسأل الله السلامة والعافية. قاطع الرحم، قاطع الرحم، صلي ما شئت، قم الليل ما شئت، قرأ القرآن ما شئت، صدق ما شئت، خذ بالك من العواقب اللي ذكرناها في الأولى. قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم فاسق، قاطع الرحم خاسر، قاطع الرحم لا ينظر إليه، لا ينظر إليه الله، قاطع الرحم لا يصله الله، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يشغلنا بعيوبنا. والحياة الدنيا قليلة، بالعكس أن الإنسان لما كيزور الرحم تاعه، لما كيزور الرحم كيجعل الله له البركة في الرزق وفي العمر. صلة الرحم فيها البركة في الرزق والبركة في العمر. ممكن تعيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة، إذا كنت أو إذا كنت واصل للرحم تاعك، معتني بالقرب تاعك، بعائلتك، الله سبحانه وتعالى، أنا نقول معتني ليس ضروري بالمال فقط، غير زيارة. لما تعتني بالرحم تاعك، الله يجعل البركة في المال وفي العمر. قليل من المال يجعل الله فيه البركة. تعيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة كأنك عشت 100 200 300، لأن ممكن الإنسان يعيش 30 سنة. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم وهو في عمره 26 سنة، وتوفى أو استشهد وفي عمره 33 سنة. يعني كم من سنة وهو مسلم؟ 7 سنين. لما استشهد اهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذن خرجوا من هذه ونختموا، أن البركة في العمر. 60 سنة 50 سنة كأنك عشت أحسن من واحد ب100 أو 200 أو 300، عندك مبلغ من الرزق يأتيك شهريا، الله يجعل فيه البركة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ما هداش الله ما عندك ما تعمل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه فقط خاطرة الجمعة اليوم، أن الإنسان يعني يتذكر الرحم تاعه ويتذكر عمامه وعماته وخواله وخالاته، لأن الدنيا مارة، سواء أحسنت إليهم أم لم تحسن إليهم فطوبى وطوبى، ويا سعادة من أحسن إلى أقاربه وسأل عنهم. اللهم اغفر لهم أحياء وأموات، اللهم ارحمهم أحياء وأموات، اللهم بارك فيهم أحياء وأموات، اللهم تودد إليهم أحياء وأموات، اللهم احفظ لنا خالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا، واغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لذوي قربانا، اللهم اغفر لكل من تربطنا به صلة رحم حيا أو ميتا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.